بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بهذه المناسبة السعيدة، التحفة الفنية لميت الحداد اللي إن شاء الله تروحت ينفسها، بهذه الجلسة الحميمية ما بيننا وبين الفنان بوضيفة أبو جمعة، أبت لميت الحداد أن تهدي هذه الهدية المتواضعة إلى أخينا وصديقنا وعزيزنا وضيفنا المحترم، ألا وهو بوضيفة أبو جمعة، مع كابتن الرحلة قطع صلاح، بلا ما ننسى أبلام عبد القادر زيداني محمد المشتت عبد الهادي صالح حمادي مساوي عبد الوهاب، كذلك ابن المدلل ألا وهو بالميلود محمد، أخي وصديقي أبو جمعة، طالما كنا ننتظر فيك وطالما باتت نوافذنا مفتوحة لكي تسمع هذا الإبداع، حقيقة إبداع في المستوى، وحقيقة كل ما يسمع هذا الإبداع يفرح القلب الوسع. أول يعني قدومك إلى مدينة طمن رصد، ماذا كنت تفكر في هذه الرحلة السعيدة أخي بشار؟ الحاجة الوحيدة اللي تخيلتها وبعد شغلتني هي هذه لمة الأحباب، كوني زعما تبعتها وشفتها وطلعت فيها، شفت يعني واحد فيها عظيم سيرتو فيها انت. الله يحفظك. الله يحفظك. هو دائما كان يعني بخيال تاعي يعني وقتاش نجي وقتاش تتاح الفرصه كما نقول باش نلقى هذاك، حتى وليت نقول بالدرجه تاع الله عليك اني ما قعدتش في الأحباب. ان شاء الله والله نكمل للاخوه وللاصحاب يعني اللي في لمة الأحباب كلهم فرحانين بك. يعني صدقني اخي ابو جمعه، شوف لما يعني قلنا يعني البشاره الوحيده اللي كانت يعني في دنينا، والبشاره الوحيده يعني اللي كنا نتمادوا اللي كنا يعني كنا فرحين لها وكنا نفرحين لها الصراحه كاع اللي عندنا، هي قدومك لينا هنايا، ولما يعني الجماعه نتاع لمة الأحباب الله يخليهم ان شاء الله طول الدهر والايام، لما سمعوا بهذا الاسم تاعك وعرفوا اللي راك هنا، حقيقه والله يفرحوا واحد الفرحه كبيره، ويتمناوا يلقاوك في هذا اللقاء، وهم الثاني كذلك راهم يحترموك كثير ويعزوك كثير ويعزوا كل الاحباب والاصحاب، ومرحبا باي ضيف، مرحبا باي فنانين، كل مرحبا وسهلا بهم. اخي ابو جمعه كذلك اقول لك يعني في الحمد لله كلمات الحال ويعني ابداع، وهذه الكلمات يعني لهم رصيد، كذلك انا فنان ابو جمعه بديت من عندك اغاني والدوم عندك عدة شباب أغاني، ممكن كلمة واحدة لهذا يعني لمة الأحباب من عندك يعني هكذاك أعطينا كلمة يعني اللي تخلينا يعني نفتخر بها طول الظهر، أنا كذلك أنا مفتخرين بك الحمد لله راك معنا في هذه الجلسة في هذا البلاطو الجميل، هذا هو كل ما نتمنى، أعطينا من فضلك كلمة لكي أنت اللي بغيتهم اللي بغي نقولوا أنا راك قلت أنت شيخ في الجماعة والله مادام هاد اللمة سارية المفعول وماهيش رايحة تنقطع ورايحة لا تزيد وتكبر ودير واحد الآثار وتكبر فاهم وتتطور، نطلب ربي ووالدي وجميع الصلاح واللي عنده إبداع طلبة عند ربي إن شاء الله، وعلى يدخل ريح بيناتكم إن شاء الله يا ربي، تبقى دايما لمة اسم على مسمى لمة الأحباب، إن شاء الله هكا إن شاء الله تبقى دائما لمة الأحباب اسم على مسمى، لمة الأحباب اسم على مسمى، هذا هو المفروض لمة الأحباب هذه قادرة تروح بعيد إلا ما دخلتش فيها إن شاء الله، الله لا يدخل عليك ما تدخلش هكا. لمة الأحباب هذه يعني حبت تهدي لك هدية إن شاء الله، وتكون في يعني إن شاء الله تكون في حسن يعني الهدايا اللي كانت تقدمت لك من قبل، وان شاء الله تكون راضي بها اخي ابو جمعه من فضلك اخي زيداني، بسم الله ان شاء الله.
معلش انا بنوجه وديعه يعني للاحباب الى اخي وعزيزي وصديقي بوديفا بوجمعه الله 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 شهاده تقدير للمجهودات الفنيه. باش محمد ما بحبوش الفن.